هناك يعني مباحثات وحوارات ومناقشات استغرقت تقريبا أشهر الآن، يعني تحت تسمية مجلس الفضلاء 65 اسم كلفوهم أن يشكلون حكومة خارج العملية السياسية البائسة، خارج هذه الطغمة الفاسدة، من المستقلين، من التكنوقراط الوطني النزيه الذي يشار له بالبنان أنه لا. من اللي كلفه؟ كلف بوساطات، واعتقد معظم الاطراف موافقه على يعني المبدا العام. من اللي كلفه دكتور؟ داخليا خارجيا منه؟ خارج داخليا اكثر، داخليا حتى المرجعيه مطلعه على كل مجريات العمل، والعمل الان جاري بخطى حثيثه. الحقيقه إنشاء الإطار أو التيار سوف تكون مخرجاته طيب. لصالح يعني البديل الوطني التكريني المنشود.